أعطيكم العافية طلاب الصف السابع، معكم الأستاذ محمد. اليوم درسنا عن الوحدة الثانية بعنوان Do you recycle؟ هل تعيد التدوير؟ نتعرف على المعاني. Pollution معناها تلوث، Environment معناها بيئة، To rinse يغسل، To recycle يعيد التدوير، Junk mail بريد غير مهم، Nappies حفاضات، ألومنيوم الألومنيوم، instructions تعليمات. في الفقرة how to recycle paper، كيف تعيد تدوير الورق. check local recycling centers، ابحث عن المراكز أو مراكز إعادة التدوير المحلي. separate paper into three groups، white paper، newspaper and mixed color paper. افصل بين الأوراق إلى ثلاثة مجموعات، الأبيض والملون والمجلات. Recycle all white paper together، أعد تدوير الورق الأبيض معا. Tie newspapers in bags، اربط المجلات في حزمة. Remove rubber bands، أزل المطاط أو يعني اللي بيربط الكتب. Plastic and anything that is not paper، يعني أزل أي شيء لا يتعلق بالورق. Put all mixed color paper together including magazines and junk mail. Remove plastic stickers، ضع كل الألوان أو الأوراق الملونة معا حتى المجلات والبريد الغير مهم، وأزل البلاستيك أو الملصق البلاستيكي. How to recycle plastic، كيف تعيد تدوير البلاستيك. Check local recycling programs to find out what type of plastic to recycle and where to take. ابحث عن برامج إعادة التدوير المحلية للبحث عن أي نوع من البلاستيك يجب إعادة تدويره وأين تأخذه. Rinse and sort your plastic containers، يعني اغسل ورتب الحاويات البلاستيكية الخاصة بك. Recycle plastic bags as well as milk juice, water and other bottles according to the instructions. Wash out before recycle. إذا أعد تدوير العلب البلاستيكية مثل علب الحليب، العصير، المي والعلب الأخرى طبقا للتعليمات، واغسلها قبل أن تعيد تدويرها. Throw out plastic food wraps، ارمي أو تخلص من علب الطعام البلاستيكية مثل اللبن، يوغرت كونتينرز اللبن، سيروب بوتلز زجاجات السكر أو المشروب المحلى، نابيز and بوتل توبس الحفاضات وال علب أو أغطية العلب. The plastics industry does not recycle this، يعني المركز اللي بيعيد تدوير هاي الأشياء بتخلص منها وما بيعيد تدويرها. Remove the tops from plastic containers، أزل الأغطية من الحاويات البلاستيكية. Brush plastic containers to save space in your recycling bin، حطم أو اكسر العلب البلاستيكية تمام حتى يكون هناك فراغ أو تخلي فراغ أو تخلي وسع في الحاوية أو حاوية إعادة التدوير. سؤال ثاني، حل الأسئلة. How many types of recyclable paper are there؟ كم نوع من الورق الذي يمكن إعادة تدويره موجود هناك؟ حكينا ثلاث أنواع: white paper, newspaper and mixed color paper. What types of plastic are not recyclable؟ ما هي أنواع البلاستيك التي لا يمكن إعادة تدويره؟ في عندنا مثلا plastic food wraps, yogurt containers, syrup bottles, nappies and bottle tops، هاي الأشياء البلاستيكية المصانع إعادة تدوير ما بتعيد تدويرها. In your opinion, why is it important to recycle؟ بنظرك ما هو المهم في إعادة التدوير؟ ما أهمية إعادة التدوير؟ تحكي to save the environment، لإنقاذ البيئة. طيب هون الأشياء اللي ممكن نعيد تدويرها، هون الأشياء اللي غير يمكن إعادة تدويرها، موجودة في النص طولها وصنفها حسب ما تشاء.
match the verbs with their opposite. أوصل الفعل مع الكلمة المضادة لها. To slow. To slow يعني يبطئ. عكسها to accelerate يسرع. To heat up يسخن. عكسها to cool يبرد. عفوا أو to make cold يبرد. To warm يدفي. عكسها to cool يلطف أو يبرد. To melt يذوب. To freeze يتجمد. سؤال 6 fill in the blanks with 6 verbs from exercise 5. نحط 6 أفعال من التمرين رقم 5. The sun الجواب heats up. منضيف له S لأنه sun مفرد وفي المضارع منضيف له S. Heats up تسخن الهواء the air. Humid hot air rises and expands. الهواء الحار الرطب يرتفع ويتمدد expands. Expansion cools the air and makes clouds and rain. إذن وهذا التوسع أو التمدد تمام يبرد الهواء ويصنع الغيوم وتمطر. The sun also warms up the earth. إذن والشمس أيضا تدفئ أو تدفئ الأرض. As the earth heats up كما أنها تسخنها. The ice in the poles إذن الجليد في الأقطاب melts. الجواب melts. إذن الجليد في الأقطاب melts يذوب. Pollution التلوث accelerates this process. إذن والتلوث يسرع من هذه العملية. We have اللي هي the global warming اللي هي الاحتباس الحراري. We have to slow it down. وعلينا إبطاء هذه العملية. تمرين رقم 7 عبارة عن تمرين استماع. ويا ريت تتعلموا تمرين الاستماع لأنها مفيدة جدا بتحسن من استماعك وفهمك للمعاني. احنا بنعرف انه صحيح في مدارس الحكومية ما بيعطوا دروس الاستماع لكن هي من باب الفائدة لنفسك. يا ريت احنا لو انه المدارس الحكومية بتغطيها كان غطيناها لكن راح تاخذ وقت طويل معنا. الله يعطيكم العافية طلاب الصف السابع. اتمنى لكم يوم سعيد. نشوفكم بالوحدة القادمة الجديدة. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم.